والله أنا بضربه مال الجانب الأيمن، عندي مال تحويل مال سيارة، والله زينة تقريبا يعني. والله إجراءات كل زينة. اي والله واحد خفيفة وازدحام ماكو، شغل ماشي الحمد لله. والله ما طورت يعني، تقريبا أطول ساعتين أخلص يعني، انطوني مال براءة ذمة. اي نعم، بس ساعتين تخلص. انت اليوم ملتزم بالكمامه، شفت كل الناس ما ملتزمه؟ والله ما ملتزمه طبعا، لا ما يصير تجي على المناطق المزدحمه، ما يصير تجي. انا سابلها ما الضريبه راه دمه ما سياره، والوضع حزين يعني. خلال ساعتين كملت المعامله كامله كامله. والله الروتين هو اللي ماشي، شوفوا على المخمن على المحاسب على الضريبه على. نعم طلع 49,000. لا زين ما شاء الله، مش اتوقع غير شيء. تعامل الموظفين حي زين ما شاء الله، ما شاء الله حي زين. لا ماكو ازدحام ما شاء الله عليها، ولا تقفل الغرب. عندي معامله افراق دار، والمجرات حيل زين يعني، الناس كل الامور ماشيه، ما اخروا معامله، بس الروتين مالهم يعني مراجعاتهم كثيره، فالامور ما شاء الله حيل زين، وازدحام ماكوش، والامور ماشيه حيل زين. والله هذه البحث سويت معامله من الصبح الى تقريبا 12 ونص خلصت، كملت كامل. نعم والله الكمامه اهم شيء، الكمامه لانه الزحام والوباء هذا منتشر حيل، فانصح العالم الناس انه يلتزمون بالكمامه والكفوف. يعني ما يحتاجوها؟ لا لا ما انت رحت بس ما وسعها ما يحتاج. لا لا روح انا حاضر استاذ محمود الله يرضى عليك. آلية العمل هسه احنا الدوام مالنا بنسبة 25% من الموظفين. بهاي الظروف جائحة كورونا التي مرت بالبلاد. ايه. والمراجع من يجينا احنا سهل امره، لحد اذا مخمن ما موجود او مداق ما موجود اكو بدلاء مشي امر المراجع. ايه. والمراجع ما يطوب على الدائرة الا كمامات يلبس. ايه. من الاستعلامات من FBS يصعد الى المدير. كمامة يلبس ايران. بالنسبه يعني حاليا شنو المعاملات اللي تمشي؟ معاملات كامل مشي، طابو مهنه اراضي عقار كل المعاملات اللي مشيها. ما عندكم شيء؟ لا لا ما عندنا، كلها سهله وماشيه الامور. ايش قد تستقبلون يوميا مراجعين؟ والله بحدود يعني 50 70 مراجع يجينا باليوم تقريبا.